وانت موافقه بايه؟ بغص اللي بيتخانقوا عليا والله. يا بابا انا ما شفتك، انا طاقه ايجابيه. عارف دي مين؟ دي اجمل بنت في مصر. يا لهوي، لما بفتكره هو اي كومنت سلبي ما بفتكروش. تفس الكتم يا مرطان. تنفس سناب بسرعه. ايوه. لا 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 لا. ايه ده؟ اه بخلي انا وهي بنحب بعض حب طائر. محدش يقدر يفرقنا. يا جماعه انا نزلت على سندريلا. تنزلت انا؟ تنازلت انا في الشهر العقاري عن سندريلا مصر اجمل بنت في مصر للفنان عصام شعبان عبد الرحيم. حقك عليا يا حمو، ما تزعلش من غير سبب. زعلتش بقى حمو، تعال بصني بقى، تعال بص نفس البوسه بتاعت تعمل البوسه بتاعت امك. حبيبي يا محمد، مش اي حد تزعل منه كده. يعني هو بيقول لك لما مؤاخذه يعني ما تندخش البين. انت المفروض ما تزعلش. اسمعني، عمك بيقول لك ما تندخش البين، انت تقوم قايل له ايه؟ حاضر. ليه؟ لان انت لما تلاقي واحد صاحبك حتى بيندخ البين قول له يلا امشي. او انتوا يعني اللبان ده يا اما بيتلدغ في الخباثه كده تنضف سنانك والجو ده، لكن قدام الرجاله ما ينفعش تقعد الجو ده، ما ينفعش. انت راجل جدع صح ولا لا؟ اللبان ده للبنات. انا لو حبيت اندخل لبان عشان اضيع مثلا طعم فته وبيني وبين نفسي كده واقف في البلكونه ولا في اي حته وخلاص. يعني لما تيجي تقول يا محمد تقوم قايل ايه؟ يا محمد، فاهم؟ تتكلم مع يعني واخد بالك قصدي؟ بس غني بقى، غني شوية شوية، غني وخد عيني المغنى حياتي. بقول لك ايه؟ عارف دي مين؟ دي اجمل بنت في مصر. يا لهوي سندريلا. ايه انت يعني الفيديوهات اللي انا بعملها لو انت اديتك طاقه سلبيه ولا طاقه ايجابيه؟ يا بابا انا ما شفتك، انا طاقه ايجابيه. في سلبيه والكومنتات الوحشه بتعمل هي بتضايقني، بس في نفس الوقت بشوف اللي بتفتكريني بتنسي. قولي تاني كده. لما بفتكره هو اي كومنت سلبي ما بفتكروش. اول ما بتفتكريني انا بتنسي الكلام كله. اديك سامع كل الكلام اللي انت عايز تسمعه عليه. انا وهي بنحب بعض حب طاهر، محدش يقدر يفرقنا. بالنسبه للخطيبه اللي قاعد جنبها، لا ما بولي مارلي هو تنزل لي عليها في الشارع العقاري. يا شاء الله. قول لي احكي له. يا جماعه انا نزلت على سندريلا. تنزلت انا؟ تنزلت انا في الشارع العقاري عن سندريلا مصر اجمل بنت في مصر للفنان عصام شعبان عبد الرحيم. تنزلت وانا قبلت التنازل. وانت موافقه بايه؟ اللي بيتخانقوا عليا والله. لسه عايز يخنقها. كملي. ايه؟ بعت بكام؟ 500 جنيه. بعت بكام يا عشتي؟ بتاب كام يوم؟ قصده يعني ما بسلوش حتى 10 مليون ما بيكفينيش. يا جماعه انا هو يا جماعه انا وديت للفنان شعبان، الفنان عصام شعبان عبد الرحيم، ها؟ يعني مثلا شيك بدولار، هو يحط بقى الرقم دي اجمل بنت في مصر فدولار بقى دولارات. إيه اجمل بنت ليك عن اذنك، انت عارف انا بحبك قد ايه؟ وده شغل. بقول لك ايه، صل على النبي، احنا ترددت اليومين دول بتاعتك وبتاعت عم عصام. اطلع بره عم عصام، اطلع بره. احنا ضربناها صح يا عم عصام، اطلع بره. احنا ضربناها صح ان شاء الله. طرد محمد عادل من الفنان. ايه ده؟ ايه ده؟
طرد طرد محمد عادل دي بتغير الجرس الفنان عصام لا بس سلام عليك يا كمامه بص مالك يا بابا انا ما ماليش في الجو ده اطردوا يا باشا اطردوا اطردوا اطلع بره اطلع بره اطلع بره اطلع قول بره انت حبيبي هناك بره لا مش عم عصام اللي يقول الكلمه دي طرد محمد عادل قلبه بيعمل ازاي اطلع بره طرد محمد عادل طلعه بره طرد محمد عادل شيله طلعه بره شيله طلعه بره طلعه بره ده في خناقه نفسي السجاير هموت نفسي والله كل ده يا جماعه بيتخانق على سندريلا مصر بقولك طلعه بره بقولك طلعه بره بتستاذن عايش يا خالد يا عم وتليفوني بتصور فيه يا مصام مش هتطلع الواد بره كل ده ضايع باظ يا مصام نفسي اتكتم هو كده كده طلع لوحده نفسي اتكتم يا مصور ايوه تنفس صناعه بسرعه ايوه ايه ده بخيلك بخيخ اهو هات بصلايه 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 شم قهوه الله الله ده بلغنيش كده فوقي بس بقول لك ايه حضرت قلبي واقف حضرت قلبي؟ هذا قلبي طلع لط؟ ممكن بروح الجيم ولا ايه؟ هذا يا أستاذ عصام قول يا فخوش مين السنيورة اللي قاعدة جنبك؟ سنيورتا سنيورتا دي خطيبت من أمريكا وده من أمريكا؟ من أمريكا البلد ممكن أسألك سؤال؟ يا اسأل أبغى أقولك اسأل شو أنا عايزك تقومي توفي بس لحظة لا ما بتقفش لحد ليه؟ هو عبار عليها شو هاي أبغى أقف أوف شو هاي؟ عارف أنا مين يا أستاذة؟ الأخ عفريت من المنطقة ولك شو هاي خوف؟ أم خايفة أنا؟ لا ما تخافيش حبيبتي كنت اسمعني ما تخافيش حسن مناخولي خليك هون في حضني يا عم اوعى كده عشان أنا بدخل جوه ودن عم عصام عجبتك اسمعني يا بابي ماله بقى ده؟ مرض يعني مرض على إذنك عم عصام على إذنك والنبي عم عصام انا قلقت انا قلقت مش هتاخد القهوه طيب عشان القهوه في فرخه بقى هناك في فرخه كملي كملي كملي